إلي بلا مقابل. سأقضي عليك. لست أنا من سيقاتلك، انظر، خصمك هو هذا الرجل. يا سيف، هيا، هذا أول عمل لنا في هذه المدينة، هيا. من أنت يا هذا؟ انسحب إن لم تكن ترغب في الموت. أهذا كلام من طلب الطعام مجانا قبل قليل؟ بل هذا كلام من لديه يدان كهاتين. هذه هي قوتك التي تفخر بها؟ لا أشعر حتى بالألم. أتعتقد أن هذا سيؤثر؟ من أجل الطعام، فقد تركت لك قوة قد تكفيك من أجل العمل. ما رأيك؟ أتوافق على استبداله بالطعام الآن؟ مرتاح بوجودكم. أعطني مستحقات هذا الشهر. بيرو، هكذا إذن أنت من أنقذ العجوز قبل قليل. قيا لجيش العدالة. أنصحكم ألا تحاولوا، فليس في مقدوركم مواجهة فن نجم الشمال. لسانك طويل. أمواج زلزال القاع. ماذا؟ تقول هزم جيش العدالة؟ مقاتل محترف؟ هذا هو المقاتل المحترف؟ أجل، هذا هو سيدي. هناك أمر بالبحث عنه، إنه سيف النار. يا صاحب الجرح السبعة، سأريك الرعب الحقيقي لجيش العدالة. ساعدونا، فقد أصدقائي عقولهم وهم الآن يهاجمون جيش العدالة. ماذا تقول؟ إذن بقي من؟ لا أريد قتال الخراف، أخرج يا وريث نجم الشمال. أنا هنا يا جيش العدالة المزيف. أعترف لك بجرأتك الكبيرة لأنك جئت إلى نهايتك السيئة على قدميك. بل أنتم من أتى إلى نهايته. وعندما تقترب سأقسم جسدك نصفين. هيا تعال. ركلة نجم الشمال للعضلات. جسدي لا يتحرك. ماذا؟ لمست الآن إحدى نقاط الضغط لديك، وستتحرك عضلات ذراعيك حتى تختنق. إنه صاحب الجراح السبعة. من هذا؟ أنصحك أن تطلق سراحها في الحال. لا كذلك، لا داعي للطعم إن ظهر الفأر. هيا. ما بك؟ ألن تأتي لقتالي يا هذا؟ سيف، هل ستتركه يهرب؟ لن أسامحهم، يقتلون الأبرياء ويخربون البيوت، ولذلك لن أتسامح معهم. إنه الآن في عداد الموتى. صاحب الجراح السبعة،
وأخيرا ظهر. ستواجه السيد مادو أيها الأحمق. شكرا لك. لا تبدو في نظري قبيحا، لكنك ستودع هذا الوجه الوسيم من هذه اللحظة. نفذ. حاضر. لديكم الآن فرصة جيدة للتدرب على جسم حي. عذبوه بشدة أو اقروا السخرية. أهذا كل شيء؟ لقد سألتكم، أهذا كل شيء؟ يكفي أيها الوقيحون. أيها الأحمق، يبدو أننا لن نعرف حتى نجرب. ما رأيكم؟ اقضوا عليه. ما رأيكم؟ نجم الشمال، إطار لكمات اللوتس المتسلسلة. تظن أنك منافس قوي، أليس كذلك؟ ما حك؟ لا تستحقون الانتساب إلى جيش العدالة. نجوت، لكنك هذه المرة لن تنجح. سأريك الآن حقيقتي. لدي مهارة قتل تمكنني من القضاء، يعني قادر على الطعن 10 مرات في الثانية. ستكون نهاية. تأمن هجوم عدوك من الخلف، أليس كذلك أيها القائد مادو؟ يستخدم نجم الشمال كل طاقة جسده، ولا تؤثر في طعناتك ولا سمك ذاك. كفاك ثرثرة. فإذا أردت ألا تختنق فدلني على زعيمك بأقصى سرعة. مستحيل. إنه هناك، ستلقى القائد في ذلك البرج. يبدو أنك لم تدرك أنني قضيت عليك حقا. ماذا قلت؟ أحمق، سأكسر عظامك يا سدي. أنت الآن في عداد الموتى. أرجو لكما نوما هنيئا. سينزف كل الدم من جسدك. ستموت ميتة مرعبة جدا. نجم الشمال لا يقهر. ماذا؟ وصلت إلى هنا بمهارة كبيرة يا صاحب الجراح السبعة. أظن أنك القائد هنا. فلتمت أيها الفأر المعارض. لن تستطيع تفادي العصي المرتدة. تجيب الصينية التي تدمر الخصم من دون أن يدري. جرح كهذا كاف لمنعك من القتال. لنبدأ. ضربت إحدى نقاط القوة المخفية في جسدك واسمها الظلام. أنت الآن في عداد الموتى.